فاريو. السلام ومرحبا بكم الناس الكل ويما كنتم ويما تسمعوا فينا. امواج الفوريفر تعود من جديد، تعود بنغم جديد باسلوب جيد وجيد جدا ان شاء الله. الليله تستمتعوا معنا باحلى النغمات. الليله تحضر معنا مجموعه ياسر حلوه امامي الان، ايضا الى جانبي صديقي وخويا محي الدين في الانيماسيون، ايضا زميلتنا اميره. مرحبا بهم الناس الكل، مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا الان على امواج راديو فوريفر. مرحبا بك محي الدين معنا الليله في ايميسيون فوريو. مرحبا بك ايمن، مرحبا بالناس اللي قاعده تسمع فينا الكل، مرحبا بك اميره، مرحبا بالجروب اللي جات معنا الليله. عسلامه اميره. ليك عسلامه ايمن، تحيه ليك، تحيه لمحي الدين، تحيه لكل مستمعينا راديو فوريفر. اكيد احنا توحشناكم وانتم توحشتونا، وان شاء الله نعدي مع بعضنا وقيت حلو. توحشنا برشا برشا، نعم صرنا برشا على القاعده هذه، على اللمه هذه الحلوه، صرنا برشا على جو الفوريفر. تحية كبيرة للكوتي تكنيك، تحية لمهدوش اللي في الكوتي تكنيك، أيضا تحية لمهدي مساعد اللي يراقب في البث، وأيضا بيبليكاسيون ويب ماستر راديو فوريفر اللي لمش عاديهم بعضنا. إن شاء الله جو ياسر مزيان، فقرات متنوعة، فقرات ياسر حلوة. أعطينا محدين شو من الفقرات اللي عنا الليلة. بالنسبة للفقرات اللي عنا الليلة أيمن، عنا التعرف أول حاجة على ضيوفنا، من بعد مش نحكي وناخذ آخر المستجدات الثقافية مع زميلتنا أميرة. بيسير مش نعمل طلع على الحكومة جديدة زيدا. شنو عندنا هكا كفلاش تعطينا أميرة شنو فما؟ والله كما تعرف صفاقس يستنوا فيها أيام تحلو ياسر إن شاء الله. بداية مع صفاقس عاصمة للثقافة العربية اللي إن شاء الله مش كنا عام 2016، زيدا إن شاء الله مقدمة الملف متاحة للترشح الألعاب الأولمبية، إن شاء الله يا ربي يتم الترشح متاحة، إن شاء الله يتقبل الجوس متاحنا، وثم برشا مفاجآت إن شاء الله تعرف. أكيد فقرة أميرة مش تكون كلها ثقافية وش تكون فيها برشا أخبار جديدة، دونك تبعونا قدوا معنا ريستي برونش على راديو forever.net. ايضا من بين الفقرات الليله في فور يو ايضا عندنا فقره لشكون تحرق سيارة العام. اكيد هي فقره نوعا ما هي مشابهه شويه الاسم تاعها، لكن تو تكتشفوها بعد شويه. ايضا عندنا فقره غنية او حكايه، والاهم والعنصر الاساسي في حصه الليله هي مجموعه خليها الناس اللي بدأت تسمع تكمل تسمع معنا. أكيد أكيد بهي قبل عندك تضيف محدين مساج ماذا بيه نسمعك مش تقول. أنا في بالي مش حطوه مع أغنية تامر حسني، لكن في بالي جوست مقدمة صغيرة. أي أكيد حابين أقول لي الليلة سهرتنا مع الفن والموسيقى والذوق الراقي كما عودناكم. الليلة معنا مجموعة من الشباب المبدع الراقي والطموح كما رهنا دائما على المبدعين في راديو فوريفر، وكم قدمنا لكم من منتج إذاعي راقي. عدنا لنواصل ما بدأته زميلتنا رانيا أبو صرصار رحمها الله، عدنا وإن طال الغياب، عدنا والعود أحمد. ما تسألنيش شكون أحمد، واحد صاحبي أنت ما تعرفوش. أنتم في الاستماع إلى راديو فوريفر، إذاعة الشباب الأولى على راديو الويب من صفاقس عاصمة الثقافة العربية. معنا اليوم مجموعة تاف. بعد شوية مش نزيد نكتشفوا المجموعة هذه ونش نعرفوا أكثر تفاصيل على المجموعة هذه. قبل هذا الكل نمشيوا لغنية ثامر حسني، ثامر حسني عارف التغير، وبعد نرجو معكم في مجموعة تاف.
رجعنا لكم من جديد 46 دقيقة بعد 8 وزنا معكم على المباشر ريستي برونشي على راديو فوريفر بوان نت ديما معكم وزنا السهرية مازال تو بديت تو مش تبدا السهرية ومش تعملوا سهرية ان شاء الله مزيانة معكم الناس اللي يحبوا الموسيقى الناس اللي مغرومين بالموسيقى والأنغام الموسيقية جونا ليلة أحلى جو مع مجموعة تاف اسم غريب ياسر أكيد مش نسألوا على الاسم هذايا منين جا والمصدر نتاعو من شنو هكا ولا محدينا حسب رأيك شنو رأيك في الاسم هذايا والله ذكرني بحاجة أنا وقت تبدا في الكوزينه تسمع طاف طفطاف حاجه هكا اكيد مش نسمعهم في مش نعرفوا الاسم هذا علاش طاف ولكن قبل هذا الكل نحبوا نتعرفوا على المجموعه الى جانبي على اليمين فاطمه عسلامه فاطمه عسلامه مرحبا بكم مرحبا بكل المستمعين عايشك انا جايينك للطاف انا جايين جايين للطاف على اليمين مع طاف الايمن ايضا امامي علاء عطيت الله مرحبا بك علاء في استديو راديو فوريفر مرحبا وفرحان برشا كي كنت بحذاكم ان شاء الله نعديو سهريه مزيانه ان شاء الله تستمتعوا بالموسيقى شنو اخر فرحان كي شفت مهدين فرحان كي شفتك يا ايمن قدامك هكا لورك هكا وش عملنا حاجه مزينه ليله ان شاء الله بينصير هكا رفيق الدرب رفيق الدرب تو نشوفوا رفيق الدرب شنو مش يعمل مع لا نمشيو لطارق بوشعاله مرحبا بك طارق وبيك عايشك وبكل من يسمع في راديو فوريفر بون نحب قبل كل شيء حاجة قلتوها أنتم ما نجمش نتعدى عليها نحب قبل كل شيء نترحم على رانيا أبو سرسار ربي يرحمها وربي يصبر أهلها وجميع من يعرفها أكيد بون أنسناكم برشا وإن شاء الله نقدم لكم حاجة اللي تعجبكم أنتم أون بريمير ليو تعجب العباد اللي تسمع فينا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعطيك صحة طارق نمشي أمل مرحبا بك أمل في استديو راديو فوريفر مرحبا بكم أنتم مرحبا بكل المستمعين محي الدين يصافح في أمل معاش محي الدين شنو اللقطة هذه ما فهمتيش يعني شنو تقصد صورة للذكرى معنا صورة للذكرى أمل أول مرة ولا ثاني مرة جي ولا ثالث مرة جي ثاني مرة جي كنت أول حصة عملتها مع المرحومة مع رانيا مع الله يرحمها أمل اليوم جيت بإنتاج جديد بحاجة جديدة مش قدمت الحصة اللي فاتت اللي كانت مع المرحومة رانيا أكيد كان عندك عمل هالمرة هذه عندك عمل آخر المرة اللي فاتت كي جيت مع فرقة إيمان المرة هذه جيت بحاجة جديدة جو جديد مرة فيتا نسائي المرة هذه بدلنا الجو نكهة جديدة جروب جديد ما عندوش برشا من اللي تولد طاف كما قلت انت وكما قال محدين في الكوجينة انت واقف تسمع طاف عشان ليش طاف كان كوجينة يوقف برشا في الكوجينة فرما محدين وشكون اختار الاسم هذا اسم جماعي اسم جماعي الفكرة يعني كان الفكرة كان جماعية يعني الفكرة كلكم من نفس الفكرة فما شكون نجم نعرفه الأكثرية هو علاء توتر خواطر وبعد طارق قعدوا مع بعضهم وانا خرجت الاسم ما نغلطوش فاطمة تنرفزت مغادي احنا قعدنا نلوجوا على الاسم للجروب ما قينيش من احلى من اربع اسامي متاعنا اللي احنا اللي اسسناه الجروب معناتها الجروب هذا كان تسمعوا به كيفاش تكون حاجه ضحكه برشا معناتها قاعدين في قهوه كومين معناتها نشربوا في قهوه احنا اصحاب بيان ممكن انا وعلاء اكثر عشرة من زوز بنات معناتها انا ما تتوزنش كيف باهي اوكي مسيس ما فاطمه تعمل في سابوتاج برشا فاطمه مشكله بون قاعدين قلنا احنا قرب برشا لبعضنا كاصحاب قرب برشا في الموسيقى علاش ما نعملوش جروب اللي نشوفوا فيها رواحنا ونشوفوا فيها موسيقتنا الجروب اللي تصير فيها كرياسيون دو ميوزيك صحيح نحس رواحنا نكريو في حاجه جديده معناتها انت تعرفها الاغنيه والعباد الكل يعرفوها مي الجو اللي نحبوا نعملوه احنا بتاتر انت ما تخيلتوش والعباد ما يتخيلوهاش انه الاغنيه معروفه نعملوها بتاتر جازي بتاتر احنا والفيزيون تاعنا للموسيقى اللي نحبوا نخرجوها بون احنا نكمل معاك سامحني علاش تاف
بي طافي بالحق هو بو احنا احنا احنا, 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 احنا من اسامينا حاولنا نخرجوا حاجه فتا تافا فات بون خطة هجومية ولا خطة دفاعية ايه ما قلت لي ظهير ايمن انت قلت لي ظهير ايمن انت تلعب ديس خويا هذيك ما عندكش مشكلة فهمتك مش مشكلة بون قعدنا نلوجو بون تاف ان شاء الله تكون حاجة تاف كيما الفلكوجينا معناتها تفجع تاف هذاك اللوجو عليه تاف هي اسامينا تي من طارق علاء الاخرى امل الاف فاطمه خليناها بون اريير هنا ما خليناهاش على التكون نورمال الدي اللي قسموها لي راه هذه فسرت لي يعني المغزى نتاع بون فما شكون قال لي بون انا ثقافتي الانجليزيه ممكن تعب برشا مش حتى شويه فما شكون قال لي لي تاف باللونجلي ممكن تعني بون هي تنطق تاف الشيء الذي يصعب هزمه ما نعرفش صحيحه الحكايه لا ما فماش اكسبورت فماش حاجه يعني ديكسيونير شوف هنا الحكايه معناتها جات بارازار ما نعرفش صحيحه ولا الحكايه ساعه ان شاء الله يا اخوي نعجبوكم وكاو استنى استنى بلي احنا عندي الظهير الايمن انه هوني الشاغب برشا فاطمه شنو مش حاب تقول معناتها ما تنساش في ساعه تعمل في بوز وبيدك و... لا نحب نقول حتى شيء نسمع فيكم نساش قول قول نساش عبر عن مشارك بون فاطمه انت كنت حتى في العزف راي مش كان في الكلام حتى في العصر ما عندكش مشكلة أنت كنت على الأخير باهي كان مسيرش مسيرش نعرفك مشاغبة برشا مسيرش ليلة مسير باهي فاطمة كان تعطينا يعني شنو على شنو الآلة اللي تعزف عليها أنت أنا نعزف على الكمانجا قديش عندك تعزف على الكمانجا يا حسرة ذكريات أي مالي أنا صغيرة نعزف على الكمانجا هذيك قصة حب ما بيني وبين الكمانجا قصة حب ياسر أكثر من قصة الحب الأخرى لك ولا حاجه في طريقه عاد شنو انت تحب تعمل لي مشكله انت انا ما قلتش حتى شيء انت قلت اي ما اكثر هو ولا هي شنو ما فهمش ريزو اخويا ما ندخل به ريزو برموطه عندك مش مشكله بالنسبه لي نعزف كمان جملي انا صغيره بون كانت كهوايه بعد ولات كبروفيسيون كخدمه بون كانت صعيبه شويه انك معناتها تحول من انك ما تكون هوايه وتتخلى عليها تولي خدمه بون سي تان بو ديفيسيل اما بون سافا توا سايي كملنا القرايه وتوا كملت مازلت يعني بون انا كملت ماستر ان شاء الله كان سهر ربي ان شاء الله نستناو ليكول دكتوراه وواحد هكا يتشجع شويه يكمل ثوازيام سيكل ربي معك ان شاء الله ربي معك ان شاء الله باه نمشيو لعلاء علاء الاله اكيد واضحه جدا لورك كان تعرف لنا يعني شنو قصه الحب اللي بينك وبينه انت قلت الساعه لا لا قصه الحب عندي انا راه قصه الحب عندي انا الحب عندك انت علي الكلافي عندي قصه كيف خاطر رفيق دربي الكلافي هو عرفني على مرتي اوي بيان سير الموسيقى الموسيقى خطاب على البيبي الموسيقى اللي ما يعرفش معناتها موسيقى معناتها ما يعرفش الدنيا وما فيها معناتها الموسيقى هي الدنيا معناتها نعش انا انت تكون فرحان تسمع موسيقى تكون متغشش تسمع موسيقى بالضبط توا صغار تبارك الله عندي امير وصيل هما اللي اي هما اللي زادوني هكا الابتهال وهكا الهام وهكا اوي الحمد لله الموسيقى ماشيه معايا بيان والكلافي انا ماشي معاه بيان هذيك الصحه ديجا مستقبل زاهر قدام صغار على ان شاء الله اكيد يطلبوهم اكيد ان شاء الله العائله كل فنيه مش كاين على راه العائله كل فنيه العائله اوي الحمد لله يا ربي ايش عندك يعني تعزف عندي ثم 18 يعني هاوي ولا قالها نو بيان سور بديت هاوي بديت نعزف وحدي بعد الوالد شجعني قريت عند الدكتور محمد خماخم هاوي دكتور موسيقى اللي نوجه له بالمناسبه تحيه كبيره برشا بالمناسبه مش نقص عليك على مثالش خويا نقدم حتى انا تحيه لاول انسان حط الكمانجه في يديا ما بين يديا وانا عمري 6 سنين سي مراد سيالا تحية كبيرة ونقدم تحية كيف لكل الأساتذة اللي عطروني ونخص بالذكر خاطر مني أنا صغيرة نقرأ عنده سي محمد الرخيص ربي فرج عليه وإن شاء الله ربي يعطيه طول العمر والصحة فما أساتذة يخليه بسمة كبيرة في معناتها في قلب التلميذ وفما أساتذة معناتها بالحق يحطوا بصمتهم تقعد حاجة في معناتها أيمن يحطوا حتى البصمة في العزف متاعك حتى التكنيك متاع العزف يقول لك معناتها رك أنت
تلميذ فلان وقال انت راهو تلميذ فلان وقال انت فهمت هيك هي الموسيقى احنا نتعلموا من عند العباد نحاولوا باش نعملوا كرياسيون نزيدوا من عندنا فهمت وكل واحد مشتهي الحمد لله تلقى زيد شكون يشجعك وتلقى التو معناتها للوقت هذا تلقى شكون يشجعك ويحيط بيك ويحاول يفعلك من معنوياتك وبون ديما واحد زيد الفنان ديما ما لازموش يكون مغرور ديما يحاول يخدم ديما يحاول يحسن روحه ديما لازمو يلوج باش يميز روحه ما يقولش انا سيء فنان وكتملت ونعرف كل شيء ديما يحاول انه يلقى يلقى جديد ويحاول يطور من روحه معناتها هما سهل عبد الوهاب قبل ما يموت قالوا له معناتها انت شعطاتك وشعتيت للموسيقى قال لهم الموسيقى بحر معناتها ما نجمش وش تعمل معناتها عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وما ادراك موسيقى قد ما تعطيها وتقول لك ايجا اخويا ايجا لو ما زلت انت ايش عملت وش تعلمت منها الموسيقى هي ديك الصحة فاطمة حب الحب لا ينتهي هكا تقول لي حب لا ينتهي قصة حب قصة حب قصة حب وعلى رفيق الدرب وعلى رفيق الدرب انا خاطر قصة الحب راه تشمل رفيق الدرب وتشمل كذا لا عادو عشرة وتشمل خلف حكايته خلف وضحنا وضحنا نحبوا توضيح احنا شو الكذا معناتها قصة حب تشمل برشا علاقة وأحاسيس لا استنى يا فاطمة يا فاطمة ونتعارك انا وياها ساعات وساعات نحبها موحدين انا قلت راهي الموسيقى والكلافي عرفني بالمرأة وعرفني بمرتي ربي فضلها لي كمانجة على شكون عرفتك هو واضح رد بالك ما لا كمانجة على شكون عرفتك يا فاطمة لا عرفتها بجروبنا اي جروبنا شبيها جروبنا على شكون عرفتك كمانجة عرفتني على برشا ناس عرفتني اول حاجة على الموسيقى وعلى البحر الموسيقى والفن وعرفتني على الاحساس وعرفتني على الرومانسية والشعرية وقت يبدا عندك مادة عملنا بربي مهدي عملنا فون هكا لازمك تستغل المادة الاعلامية الموجودة برمو عندك انت عملت لي هكا انا راني حتى انا مواليد برج برج حكيت برج برج الحوت دونك انت خاطر عملت لي هكا بيدك معناتها تسرح بي هكا هي مع الحب ومع مع رفيق الدرب نمشي ولا طارق وطارق طارق شعر ايه اللي تعزف عليها طارق برشا برشا الله يسلم بي اللهم لا حسد ومش غرور مي بون كل ما هو بيركيسيون كل ما هو ميزان معناتها الحمد لله خارق العاده بون الموسيقى ما قريتهاش عمري ما نهار قريت في كلاس موسيقى كسوا كونسيرفاتوار ولا عند استاد بريفي ولا انستيتيو لا بون انا يمشي عليا كالمثل اللي يقول اللي عينيه فيه ما توريه معناتها صحيت بون ممكن من عائله شويه فنيه خويلي برشا تبارك الله عندي ست خويل حاشاك معناتها وزان كلهم اللهم صل على النبي الموسيقى اونفان سي دي دوت مع حاجة نمشي معك في نمشي معك في الفكره هذه طارق ونمشي نمشي نشوف اللي انا انه ديما الحاجه اللي تهواها اكيد هي عندها اقوى من الحاجه اللي تتعلمها صحيح صحيح خاطر ديما الهوايه تبدا بالهوايه يعني اذا سفي انت عندك الهوايه هذيك اكيد مش تتقنها الهوايه هذيك بون ما يمنعش اللي فما برشا عبيد خاطر كمان باللي مستخدم بالهوايه باللي مستخدم بالهوايه راك ما تنجمش توصل ان سيرتان نيفو مستحيل فما عباد اللي تاثرك فما عباد اللي توريك بنصيحه كسوا بنصيحه بالكلمه الحلوه اللي تخليك بون تقعدك تشدك انستريمون تقول لك ايجا راهو الشيء هذا يصير هكا يعلمك يوريك دي ميثود يعرفك على العباد يسمعك موسيقى خاطر الموسيقى اشترها وذن اشترها سماعه معناتها بالضبط قبل الورقه وقبل السولفيج وقبل الستيلو راه الموسيقى انسان لازم يكون متغذي في وذنه برشا ديستيل ولازم تكون الهوايه موجوده بيان سور انسان مش هاوي راه ما ينجمش يبدع معناتك مش كان في الموسيقى في اي دومين في الدنيا بعد تسقل انت الموهبه نتاعك صحيح بون باش تقول لي شكون العباد لازمني بالحق شكاره وانا نشكر في العباد خاطر فما برشا عباد بون اولهم مش خاطروا بحذايا ما نقولش صاحبي ما نقولش خويا خاطر اكثر من خويا على صحيح عرفته مش معرفه كبيره برشا نتاع سنين سنين بون توا في 4 سنين عرفته حسيت بروحي بركه انا تبدلت برشا ميوزيكالمون برشا 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 معناتها بون مشيت لستيل اخر مش عطاني جو اخر نلعب فيه هزني لثنيه اخرى نتاع موسيقى صحيح بون ولد عمو اللي هو عشيري ايمن عطيت له برشا زاد عاوني برشا اساتذه عاونتني برشا اصحابي مش اساتذه اصحابي ميم نتاع نقولوا احنا بلغتنا العربون الدومين الوسط فهمت عاونوني برشا بون نشكر اي انسان عاوني نشكر اي انسان نصحني نشكر اي انسان حبني وما ضرنيش وما حاولش انه
نعرفش انا يوقفني وبيان ما يخلينيش نوصل. وان شاء الله نكون وصلت اللي كانوا يستنيوا فيه برشا اصحابي وبرشا عباد تحبني, وان شاء الله نكون عند المستوى اون فان وكاو. اكتشفت ايوه حبيت تقول حاجه. حبيت نقول وي حبيت نقول باللي علاش طارق وبتاتر انا وطارق تفهمنا في الستيل دو ميوزيك اللي نحبوا احنا نعملوه. اول حاجه لقيت طارق دوي بالموسيقى, يحب الموسيقى, يحب البريكسيون, يحب الريتم, يحب الجود للريتم. شجعته انه يتبعني. علاش يتبعني؟ خاطر انا ما نحبش الموسيقى اللي نسمع غنيه نيمبورت الثامر حسني ولا العلي الرياحي المرحوم علي الرياحي ولا اي ميوزيسيان, ما نحبش نعزفها كما هي. حب نعمل فيها كرياسيون, حب نعمل فيها حاجه الكلك سوا الصولو ما نمسوش والميلودي ميوزيكال ما نمسهاش, ما نعمل كرياسيون الموسيقى كلك سوا في الانترو في الفينيش في الصولو في الوسط نزيد فيه حاجه. وهذا ديجا هو هذا الفكره براتيكمون اللي احنا علاش جمعتنا في الجروب تافي, هذه الفكره اللي جمعتنا ان ناخذوا الاغنيه ونعملوا فيها بصمه نتاعنا, انك تعمل فينيش كما قال ولا بون ديما الميلودي ما تمسهاش, تحاول انك تضيف. نحاولوا احنا ديما نضيفوا بون تجم تكون تاخذ انتقادات, فما شكون تعجبوا فما شكون ما تعجبوش, المهم فما حاجه جديده فما كرياسيون. يعطيكم الصحة. نمشيو لآخر عضو في المجموعة التاف. أكيد أنا نشوف يعني أمل ما عنديش آلة, مقدمة إيش آلة أحسن آلة عندها هي مخبية آلتي مخبية آلتك نوري الحد صح عليك. آلتها تسمحها متوريهاش تسمحها متوريهاش أكثر واحدة ما نتعبش والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وي صحيح يا مؤدي. طارق وحتي يا برمو دخلت في بحر آخر أنت. نو بحر الابيض المتوسط بحر الابيض المتوسط وحدنا حنتوني. ديما المستمع يركز اكثر حاجه على اللي يغني. هذا اول تركيز نشوف فيه هنا. ركزوا على الفنان, بعد يمكن الانسان الموسيقي يركز على الالات ويركز على الفن. اي مشكله اي مشكله خاطر الفنان يعني. هو اللي يوصل. اما ديما نمشيو للمواطن العادي والانسان العادي واللي يسمع الموسيقى ديما يركز على الفنان. اي اللي باش يسمع يقول لي محلاه اللي والغنيه محلاها واللي غنيها محلاه, ما يقولوش اللي كتبها محلاه ولا اللي وزعها محلاه ولا اللي عزف محلاه. لا ما خساره ما يعني يمكن يكون الفنان اللي يغني اللي يعمل اداء هو اللي عنده دور كبير باش ينجح المجموعه كامله. يعني يمكن دورك انت كبير برشا يعني دورك انت كبير برشا في باش لا بون نشوف في يعني نظر الانسان العادي. نظر الانسان العادي يا ايمن انا نقول مالوروزمون هو بالحق مالوروزمون صحيح راهو كلامك. الثقافه الفنيه عند جل التوانسه محدوده شويه, خاطر الموسيقى مش اللي يغني بالطبع. شكون خرج الموسيقى؟ شكون قاعد هيك الموسيقى اللي تسمع فيها انت كلك سواء باهيه ولا خايبه انت لازمك ما لا تو علاش فما لي كونكورونس في الاستوديو في العازفين ويلوج لك شكون موزع وتقاهم تو يعني فاقوا العباد يعني فوالا تو الاستديوهات كثروا والتميز فوالا. ان شاء الله التمييز هيك يكون صحيح. الوظن الموسيقية متاع جل التوانسة ان شاء الله تنضاف شوية وتتصلح شوية باش نميز وما هو بهي وما هو خايب وما هو. اما لوقتاش اكتشفت الموهبة اللي انت تعرف تغني وعندك الموهبة متاع الغناء وصوتك مزيان, وشكون اول واحد قال لك صوتك مزيان؟ بابا بابا وشجعوك دارك مع بتواصل في ال بابا شجعني امي لا انا كنت بسمع امك لا بالحق خاطر ما امي لا على وجهها ابدا ما حبتش ويعني وين غنيت وين كانت تجربتك يعني اول مره نغني في بون غنيت في الديار عادي نورمال في الدار وكل, اما اول مره نغني في عرس طيب يا اول مره عمري 16 سنه
عملت وكيفاش كان يعني الجمهور معاك والناس اللي حاضره كيفاش التفاعل معاك؟ هو راهو هو على فكره راهو الاحتكاك بالجمهور كل سواء في عرس في معناتها انك راهو توري موهبتك ولا اللي عندك في عمر صغير قدام الناس راهي كيبيدها راهي وقفه معناتها بدايه التعاون ممكن فما بدايات معناتها بالحق يكون لهم فضل ويعاونوا برشا في سامحني يا فاطمه هذه راهي مشكله كبيره انتم دخلتوا فيها تو خاطر البروبليم احنا عنا تقولي انت كسوا في عرس ولا في عرض مش كرت اي ميوزيسيان نشوف في هنا تو مش كان في صفاقس راهو هو في تونس كامله مي سيرتو في صفاقس قلت عنده اهميه إيه انه فهمتك مي احنا البروبليم اللي عنا ما عندكش وين اعطيني شنو لي زيفينمون كولتوريل سيرتو في الموسيقى مثلا في صفاقس الموجودين شوف سامحني ما فماش معناتها الحل الوحيد هذاك موضوع اخر تخوضوا اما بالنسبه لي اللي راهو الموسيقي فما مراحل لازم يمر بها معناتها باش يجم خاطر تلقى ساعات عازم ولا مغني ما يجمش يتصرف فيه مي مالوريزمون يفهم التراك وكما تحكي امل معناتها اول مره غنيت حتى في داركم قدام يمكن قدام عائلتك حتى انا 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 انا, أنا نجبد على روحي انا عزفت عزفت معناتها نعزف هونية في صفاقس في عريس ولا في مهرجانات ولا ما جاتني تراك مش نورمال عزفت في المغرب قدام 12000 متفرج ألور لا هو راهو انا نشوف حتى من تلامذتي توا نقريهم صغيرات نسمع انا نبدا انا وياهم يدخلوا شكون باغ اكزومبل استاذ اخر والا والا حتى حد من عائلتهم حتى ابوه ولا امه يدخل بعضه هذيك تراك هذيك حاجه نفسيه معناتها مش كيما استاذ يقول لك انا مستانس وما نحشمش معناتها حتى احنا الحياه ولا معناتها هيك علاش قلت له انا الاحتكاك بالعباد وانك عندك جراه انك خاطر انت تعزف وحدك تعطي لو 100% تجي قدام العباد راك مش تعطي لو 50 لو 60% انا ما غنيتش في عرس فاميليال مي انا خدمت اول مره يعني اول مره خدمت عمري 16 سنه غنيت في عرس حاجه جديده مش نورمال طفله صغيره شنو هذه حكينا على الفريسون على الادرينالين معناتها ليه خرجت من اول حاجه ما طلعتش كيما لي فيديت وفرقه تعزف طلعت من وسط الناس قاعده حاضره سسبنس عملت قاعده في وسط الناس نحبي كل الفرقه تعزف يلوجوها المغنيه وين المغنيه وين المغنيه طلعت من بعضهم تطلع طفله صغيره يعني كانت مفاجأة السهرة هذه بالحق كانت مين ما نطلع اي مفاجأة السهرة لا مفاجأة السهرة عليك مفاجأة السهرة قالوا لك شي من انتم قالوا لك شي من انتم لا من انتم جديدة عادة مسكينة صغيرة وتغني مسكينة صغيرة وتغني ودري شنو شنية اول اغنية غنيتها يعني قدام جمهور يلا تذكر دي طلعت بها هذيك وحشتوني مقطع صغير من وحشتوني ترى وحشتوني وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان ورجعتوني أحبايبي لأيام فات عليها زمان رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني وحشتني ليالي زمان أهلاً برافو برافو والله برافو اختيار احنا نحب برشا ورده عرفت نخزر العلامة هكا معناتها خاطر نعرف علي يحب ورده وانا نحب ورده نعشق ورده ما يحبش ورده نو استنى ورده وبليغ معناتها فوالا ورقه فوالا الالحان اي بحق ورده تؤدي لبليغ معناتها باحساس تربي هاتيك شنو غنيو معها الفنانين الكبار عمالقة الفن عمالقة الفن غنيو فما فنان كي غني فما فرق بين فنان ومطرب مطرب كي غني التنهيدة والآه والنفس تحسه فما هذي وردة معناتها والفنان المطرب هو اللي يطرب راهو أنا بالنسبة لي المطرب هو اللي يطرب الفرق بين الفنان والمطرب
المطرب هو اللي يطرب، فما شجن، فما يطرب في الفنان هو اللي يلقي، الفنان يلقي صحيح بتاتر بالاحساس بتاتر نو ما يعني يلقي المطرب يطرب يكونش معناتها ميوزيسيان. المطرب قلت لك حتى التنهيده ولا نجم يكون مستمع فنان، نجم يكون المطرب راهو بتنهيده بنفس راهو يمسك معناتها تحس معاه الغنيه بالحق ورده كي تبدا تغني ولا حتى اي من اي اغنيه ولا حتى ام كلثوم معناتها تحس انت اه وتحس النفس كي تاخذه هذاك المطرب هذاك اللي يطرب. أطار احنا حكينا تو في تكنيكا حكايه فارغه، ما المطرب معناتها احاسيس وابداع وشجن وطرب وكل شيء. به اعطيتني فكره بين الطرب وبين المطرب وبين الفنان، يعطيك الصحه فاطمه. احنا اكيد مازلنا مش تواصلوا معاكم السهريه الليله، مازال برشا حكايات وبرشا ناس اكيد تحب تسمع وتحب تسمع ان شاء الله ما تقلقوش بينا وبر لا مش مشاكل اكيد، خاطر الناس اللي تحب الموسيقى يحبوا الموسيقى يحبوا يسمعوا لاخر لحظه وحبوا يعرفوكم انتم شو مش تقدموا بالضبط. به بعد شويه اكيد مش نسمعوكم في فقرات موسيقيه ومش نسمعوا مش نسمعوا امل ومش نسمعوا طارق ومش نسمعوا علاء ومش نسمعوا فاطمه في اداء موسيقي ان شاء الله يكون ياسر مزيان وينال اعجاب المستمعين راديو فوريفر. باه نمشيو توا 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 نمشيو الامير الطرب العربي بغنيه ياسر مزيان ياسر حلوه. اغنيه امير الطرب العربي شكون؟ صبر باي صبر باي صبر باي يقول حيروني. اغنيه ياسر مزيانه اختيار موفق اختيار موفق الله عليك حيروني عيونك السود يلا مهدوش. حيروني عينيك السود سهروني وانا الموعود قلبي شوق ما له حدود يحرسك الله من العين ليلي يا عيني
فاريو. حيروني يا عنيك السود، هكا غنى صابر الرباعي، ان شاء الله تعجبكم الاغنيه اليوم في جو الموسيقى وجو الفن وجو الثقافه. مرحبا بك أميرة. إذا رجعنا لكم مع زميلتنا أميرة توتي ترابلسي. على شنو باش تحكينا أميرة؟ كما تعرف محدين صفاقس إن شاء الله مش تكون عاصمة للثقافة العربية لسنة 2016. صفاقس عاصمة للثقافة العربية، العبيد كل تحكي عليها، اللي هي مش تحتضنها بعد ما تحتضنها الجزائر، زعما مش يكون مستوانا في تقديم العروض وإن شاء الله وفي احتضان المناسبة هذه كما مستوى الجزائر. هذا صعيب ياسر، وهذا اللي حكيه فيه في الندوة الصحفية اللي كانت نهارة الأربعاء، كانت نهارة الجمعة، نهار الجمعة 16 جانفي. أكيد بالنسبة للتمويل كان 10,000 مليون تونسي، يعني 10 مليارات، منها 9 مليارات للتجهيز ومليار وحيد لاحتضان كل المواكبات الثقافية. مبلغ احتج عليه برشا ناس وقالوا إلو هذية ما يصيرش، وإلي صفاقس دائما نقوله معناتها محرومة ودائما ما تلقاش الدعم كما البلدان الاخرين. بالنسبة اليوم كان اجتماع معناتها خارق العادة، خلينا نقول كان ثلة من مثقفين متاع مدينة صفاقس. الحاجة جديدة انه تم معناتها دعوة الشباب من ملجين موسيقيين مسرحيين سينمائيين فنانين راب زادة، اي واحد كان عنده كلمة يقولها في هالمجال تم دعوته اليوم في المركب الثقافي محمد الجاموسي. شخصيا كنت من بين الحاضرين مع زميلي فارس من مبروك، نوجه له تحية. اليوم حسيت انه تم حاجة قاعدة تبدل، نجمو نعملو حاجة، سواء بغض النظر مع تعال المقارنة ما بيننا ما بين الجزائر ما بين العواصم الاخرين الثقافية او معناتها العواصم السياسية اللي احتضنت التظاهرة هذية. حسيت انه نجمو نعملو حاجه. اليوم سمعت كما يقولوها اون جوي كارت سيرتابل، الناس الكل قالت ش عندها. هذا ما يمنعش اميره نعقب على حكايه الميزانيه معناتها المتاحه لهالغرض اللي هي 10 مليارات او 10 مليون دينار. الميزانيه هذه حتى اشطر مليار يكفينا بالنسبه للتظاهرات الثقافيه والكل، الا انه وهذا الشيء يلاحظ ولازم نقولوه، الناس معناتها خليني نحكي بالدارجة معناتها اش صار. ثم ناس جات محضرة دوسياتها، سمعت صفاقس ثقافة صفاقس عاصمة للثقافة العربية. ثم ناس جات محضرة دوسياتها محضرة بروجياتها كما نقولوها، وكما عاقب بعض المثقفين والموسيقيين ورموا عليهم الكلام، قالوا لهم ما هيش خبزة قطو جينا باش تقسموها. وفما نقطة أخرى، نقطة حساسة جدا، نقطة هذية اللي هي علاقة الموسيقيين والمسرحيين والسينمائيين وجميع أطياف المجتمع الثقافي في صفاقس بعضهم، وعلاقتهم زادة بولاد دومينهم. أشار دكتور هلال بن عمر أشار للنقطة هذية، أشار مدخل مسيو يوسف، نسيت لقبو مسيو يوسف، زاد الحكاية هذية، قال احنا حتى نحبوا بعضنا قبل. اي اكيد. وسي هلال أشار ش قال، قال معناتها بالنسبة للموسيقيين حتى الموسيقيين في بعضهم معناتها حديث وترشنوا وفلان يطلع فلان ما يطلعش ونبغتوا معناتها اللي صاير هذا. أنا عارف طولت عليك شوية أميرة، مي الكلام هذا لازم يقال. التلاحم اليوم اللي صار والشحنات هذه سواء إيجابية سواء نيجاتيف كان عندها مفعول، أنه إن شاء الله في الاجتماع الجاي مش نشوف وجه آخر لصفاقس وجه آخر المثقفين متاع صفاقس. يزينا من حكاية خبزة القطو اللي هذا محضر لي دوسي وجاي، أي أنا حاضر قبل الأخرين.
ما يسبق للسوق ما هيش خبزة كاتو مش نتقسموها. وكما قال عن متدخل مسرحي قال معناتها نعملوا 12 شهر كل شهر نخليه في حاجة تام ولو هم أربع فصول. احنا لازمنا 12 شهر حب نحبوا بعضنا. احنا لازمنا فصل آخر فصل خامس اللي هو فصل الحب نحبوا بعضنا ونقدروا بعضنا. والفلوس بالنسبة انا اقتراحي شخصي خليني معناتها نفاول الحكاية هذه اقتراحي الشخصي للمندوبية الجهوية للثقافة والوزارة الثقافة الناس اللي جايين باش ياكلوا من خبز القاتو هذه ميسالش نخليوا لهم مليار أبار نسوي لهم معاشاتهم ومعناتها حاجاتهم وخلي شباب وناس الفعلة بالحق مش ديما ناكلوا في الثقافة المكركة. سامحني أميرة على الإطالة نرجع للمستشفيات الثقافية. يعطيك الصحة مهدين. أكيد هذا كان اجتماع اللي حكيت عليه اجتماع الهيئة المنظمة المهرجان صفاقس عاصمة للثقافة العربية اللي كانت مع المثقفين. ولكن الاجتماع اللي حضرت له أنا اللي هو كان نهار الجمعة كان مع الصحفيين. الصحفيين زادوا قالوا كلمتهم وعطوا رأيهم بكل صراحة شجعوا وزاد نقدوا. وإن شاء الله يا ربي ننتظروا اللي الهيئة هذه تقدم بالباهي خاصة اللي فيها برشا وجوه جديرة بالاحترام وعندها تنجم تقدم حاجة وخاصة إذا يلتف القطاع العمومي مع القطاع الخاص. خاصة عندنا برشا شركات لو كان تتحدى معنا الكل ولكن الناس كل حد تعمل شوية من الميزانية متاحة وتدعم بها الثقافة أكيد مش يكون عنا تكون عنا معناتها وجوه ثقافية حلوة يسر. حتى تبارك الله في صفاقس وفي تونس عامة كما قالوا راه مش مهرجان صفاقس فقط راه مهرجان العالم الكل مهرجان تونس الكل. وإذا صفاقس مش تتميز في صفاقس عاصمة للثقافة العربية أكيد تونس الكل مش تتميز في الدورة هذه وهو كذلك. نمشي كيف كيف نهار الأربعاء اللي قبله صار مؤتمر يوم دراسي لمشروع تبرورة. أكيد برشا ناس تسمع لمشروع تبرورة وتتسائل زعما شفما جديد وشنو اللي نجم حضروا لهم شفما جديد جديد معناتها هو الفرحانين ياسر اللي عملوا التهيئة هذية. والحاجة بي اللي هم لمدوا كل القطاعات الكل مش يحكيوا معهم يتناقشوا معهم. برشا ناس عطات حتى مخاوف من المخاوف البيئية خاصة إن اللي صار في قرقنة وإشاعة اللي هي إمكانية تغرق بالنسبة للمائدة الانخفاض المائدة المائية. القائمين على المشروع هذا يقول لك راهو مش صحيح راهو المشروع هذا متتبرر إلى يتم أكيد مش يوفر برشا مواطن شغل وزيدة مش يخلي صفاقس يرجع للدور متاحة السياحي خاصة اللي صفاقس يستنيوا منها اللي هي مش تدخل لل ما عندها تدخل ال ما لقيتش الكلمة نلقاها من بعد الموروث الثقافي فلا. وإن شاء الله يا ربي صفاقس كيت بلاد عندها تخدم وإن شاء الله يا ربي الدولة الكل تدعمها. حاجة بيها اللي صارت زادة في الثلاثة اللي فات الاجتماع اللي ماراثون نصف الماراثون في دورته الثانية اللي هو تمهيد الاحتضان لترشح صفاقس لألعاب الأولمبية إن شاء الله يا رب. حضرت في الماراثون؟ أي أنا حضرت في الكونفرنس دي بريس. حضرت في الماراثون ولا؟ إيش معنى تحضرت؟ جريت جريت ولا؟ لا البين نجري رسمي أميرة رسمي احنا نجري ومش ناخذوا الكلمة ومش نسجل الروبورتاج مش ناخذوا سبقة صحفي أكيد إن شاء الله. بالنسبة للسبقة صحفي النظر اللي ذيق الوقت تبارك الله عن الضيوف متاعنا ما احناش باش نعدوا الروبورتاج اللي عديناهم لكن نعدوكم باش تلقاهم على السيت ويب متاعنا وأكيد مش تلقاو فيهم أي حاجة جديدة. ونحب نذكر الماراثون هذه نصف الماراثون هذه في جوائز هامة في حتى كرهبة للربح. بالنسبة للناس اللي مغرومة بالماراثون هذه باش تلقاو في السيت متاعنا الموقع الانترنت تنجموا تدخلوا له وتنجموا تعملوا الانسكريم تاعكم كلك سوا تحبوا تكونوا مشاركين يعني في الماراثون يعني تجرى وإلا مساهمين في لجنة التنظيم. شخصيا ماذا بيا نربح الكرهبة ونروح معناتها
فما بورش فما فيراري فما حاجة مزينة يا محدين اللي هو مش ما اختصروش فقط على الكبار زاد عملوا للصغيرات فما أقل من عامين أقل من 5 سنين وأقل من 10 سنين كيفاش الصغيرات معناتها كربا إلوكيتي كربا سنيفر كربا لا مش الكرابي بي نحكي على الماراثون معناتها نصف الماراثون إن شاء الله يا ربي مثل الحويجة ذوما تصير وهذي عالمي راه مش يجيبوا معناتها مش كابتن ماجد لا لا مش كابتن ماجد كابتن ماجد راه في كرة القدم يسمو حدي مش في الجري إن شاء الله يا ربي صفاقس تكون منارة للبلدين الكل على الإسلام في تونس وخارج تونس إن شاء الله رانا تونس الكل وإذا طلعت صفاقس ولا طلعت سوسة وإلا طلعت تونس راهي تونس الكل مش تطلع وإن شاء الله يكون عنا إشعاع عالمي. هذه كانت فقرتنا اليوم إن شاء الله نتلقاو في فقرات أخرين ونحكيو أكثر. نحب نذكر اللي تدفع مع غدوة كونفرنس دي فخيس عملتها المندوبية للثقافة في اللي صفاقس عاصمة للثقافة العربية. نخليكم تو مع ضيوفكم وسهرة ممتعة. شكرا أميرة. إذن كانت هذه المستجدات الثقافية وآخر المستجدات في مدينة صفاقس. نترككم مع هذا النغم لمروان خوري كل ساعة ثم لنعود مع ضيوفنا. أنا بدي مين يداريني كل ساعة بساعي حاكيني ويسأل على طول وحدك انت اللي مبكيني ولا مرة بترضيني وعني مشغول وانت يا عيوني جوا عيوني وقلبي بتبقى
فاليو. رجعنا لكم جديد اصدقائي صديقاتي، تحيه لكم كل تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا تو الان 32 دقيقه بعد 9 وبنما فما يا محدين عملت عمله خايبه انت باشا لانه محدين ديما نعمل عمله محدين عمل العمله اكيد باشا الناس تحب تعرف اجواء الكواليس اجواء العمله اللي عملها محدين هو جاب يعني شويه فاكيه في الاستديو لانه المجموعه كبيره تبارك الله ياسر وليو يتعاركوا على شويه الفاكيه. لا مش نتعاركوا يسرق لي في باي ما طلعش في باي عندك انت مش ديما تقول لي اسم معناتها مثالش لا نقعد ضعيف تو مش على حسابي اخويا شجعني معناتها باهي محدين عميلك كما يقولون. باهي نرجع معكم دونك الاجواء الموسيقيه الاجواء الفنيه الناس اللي تحب الموسيقى دونك مش ندخلوا دوا فقره ياسر مزيانه وفقره مش نسمعوا فيها برشا موسيقى وبرشا جو وبرشا اجواء خارقة للعاده دونك نمشيو ديريكتومون مع فاطمه وعلى وطارق وامل مش يعطونا ياسر مزيكا مزيانه ياسر حاجه مزيانه اش مش تسمعونا قبل كل شيء نبداو بفاطمه شو سمعنا فاطمه اليوم لا خليها فاطمه قاعده تاكل به مش نكلمك انا خليها سوربريز خليها سوربريز للعباد والله احسن حاجه به دونك نخليكم ديريكتومون مع المعزوفه الموسيقيه مع المقطع الموسيقي المزيان يلا امل اجي خذ بلاصتي باش تسمعونا حاجه ياسر حلوه Thank you.
الله الله عليك الله عليك، يعطيكم الصحة. شنو نجمو نسميوه الكوكتيل هذا معناتها؟ حلو هو برشا ما لقيتلوش اسم، انتم مش سميتوه؟ بون هو قبل كل شيء موش هذا الستيل نتاعنا بالضبط بالضبط، خاطر ممكن المونك نتاع الماتريال ما نجموش نوفروا الماتريال الكل في الاستوديو، مي حاولنا ندخلوا كيما نقولوا على غنية قديمة برشا شرقية ومن الأقدم الغنيات ومن أحلامها، ولا عملنا مزيج بين غنية قديمة مع هما زوز قدم. بون العباد ما تقولش بكم تضحكوا نورمال، موحدين لاباس خويا، ان شاء الله لاباس على خويا لاباس بالسترة جات لاباس موحدين لاباس خويا من دون ذكر اسماء معناتها ثم شكون خسرته يا لطيف لطف على خويا لطف الله صلي على النبي حاط الميكرو تبجع المهم ما غزرتش روحك خويا يا فاطمة غزرت له عندي لا والله اللي بيه بي لا بحاجة أخرى لا ويمن هي الحاجة القوية برشا موزيكا وإحنا نحكي وعلى البرودوي اللي عملناه ومحدين طاح وما القاعدة على الفوتي تاكل في الفيك يا معناتها ما على البليش بحط شيء هذه الأجواء اللي نحبوها ولا هذه الكرياسيون اللي إحنا نحبوها زادة إنه تعمل مزيج بين الزوز أغنية تقدم واحدة شرقية شرقية وواحدة غربية عملنا مزيج بيناتهم ان شاء الله كنا موافقين في هالمزيج هذا ثم عباد عجبتهم ثم عباد نو ان شاء الله المستمعين تنال اعجابهم وهيك الكرياسيون اللي نحكيو عليها وهيك هو بالحق المشكله في الماتيريال معناتها فما شويه خدمه في النيفو توزيع يمكن هي ما نجمناش اون سيكسبريم بالباهي معناتها انا بيرسونالمون عجبتني يعني خاطر عملتوا جو جديد لوك جديد يعني حاجه ما سمعناش قبل يعني الفكره اللي حبيتوا تعملوها انتم دونك هذيك هي اللي ولا الكرياسيون ميوزيك ولا يعني ولا حلوه برشا حلوه برشا الكرياسيون والارانجمون تاع الموسيقى كيفاش تتعدى من غنيه شرقيه لغنيه غربيه من غير ما المستمع يتقلق غير ما على ما ننساوش ممكن فما عباد مش تتقلق منها الحكايه مش تقول لك ايش قاعدين يعملوا هذوما كيفاش غنية غربية بالقيمة هذه تدخل عليها غنية شرقية كيف بقيمة ما أكبر صحيح. فما عبيد مش تعجبهم مش تقول والله حاجة حلوة يعطيهم الصحة فما عبيد مش تقول هذو مش قاعدين يعملهم عنا كوكتيل ديجا ما احنا محنش بس محنا الفرصة عنا بس نخدموا لي كوكتيل الكل عنا باراكزومبل كوكتيل خدمناها ديغنيغ مو انا جي غوسو معناتها الرمارك كوكتيل خدمناها عملنا سوي عملنا مع فيزيون الفن الفن معناتها كوبلي بكوبلي فما عبيد معناتها هكا شوكونت ايزون ادميري محلاها حاجه اناتوندو معناتها نستناو في حاجه تجيهم حاجه اخرى محلوه فيوزيون مزيانه فماش حاجه بون شوكونت او نيفو معناتها هكا سوربريز اما ما هي شوكونت في اللحن خاطر حاجه قريبه لبعضها ونجم نسمع حاجه توا طاير هذا من الكوكتيل هو بيدو الكوكتيل اللي حكيت عليها نخدموا حاجه اخرى في بالي بون اللي تحبوا اللي تحبوا اللي تحبوا احنا حاضرين حاضرين يعني على احنا حاضرين فوالا دونك نمشيو للكوكتيل الاخر خلينا نسمعوا اكثر مزيكا الليله خلينا نستمتعوا معاكم بجو احنا ما نحبوش برشا الكلام نحبوا مزيكا اكثر شبيني نخدموا شويه تونسي على خاطر بون الاخر طويل شويه راهو مش على يعجبني شويه تونسي تونسي ديما محبوب للناس ويحبوه برشا باهي تونسي تحب التونسي انت اكيد لازمك تحب تونسي يلا عطينا الجو التونسي يلا
Thank you.
فريمون يعطيكم الصحة، جو تونسي ورجعنا للعرك. فاطمة سيبة فيك شو ما فاطمة تنشري لك من بعد تنشري لك من بعد. جو تونسي يعمل ست سنين كيف، يعطيكم الصحة والله يعني أبدعتوا أبدعتوا والله بالحق يعني. أشوفك تشطح يا أيمن. أي نعم أنا شخت يعني نشيخ بالموسيقى ونشيخ بالجو هذا. أيمن اكتشفت فيه حاجتين أنا اليوم ما نعرفوش، اكتشفت فيه شطيح ومن بكري في البوست شد دربوكة معناتها بالحق، وليت خايف على بلاستي معناتها سان سيرمون خويا تبارك الله على خويا منشط شطاح دريفكي خمسة وخميس والله. باهي أيمن نحب نسألك، حسيت بكرياسيون في الموسيقى اللي عملناها ولا؟ تعرفها من الأغاني بيان سور. أي أما حاجة جديدة. فوالا ثم تسمع فيها الرونجمون ميوزيكال افيك الريتم. عملنا حاجه جديده، عملنا ما تقولش كان الرونجمون معناتها بتاع موسيقى ميلودي ما مسيناهاش، كان الرونجمون الكلافي يعمل في حاجه جازي الريتم كيف كيف ماشي للاتا ماشي للسوينغ ماشي مي موسيقتنا والكلامنا وتبارك الله. لكن سامحني على مش هذيا راهو نتاعنا احنا، لو عملنا لكم بيتو كوجينا كما يقولوا بلغتنا معناتها عملنا في صح في ساعه خاطر ما نجموش نطولوا معناتها على المستمعين ما تعملنا بيتو بون. ايمن احنا خليناك في التيمه نتاع ستيل نتاعنا، ما سي با سا لو ستيل نتاعنا احنا، مش هذيا هو بيتو نورمالمون كل بيت نخدموه بستيل وباكزيكوسيون معناتها عطيناك فلاش فلاش في الاغنيه. اما ممكن كيما نقولوا في الاغنيه فما زوج ثلاثه ابيات كل بيت نعملوه بطريقه احنا بون اختصرنا ناي بالحق يعني فريمون والله اكسترا اوردينير. انا بيرسونال ما عملت جو برشا معاك. باش تعاود تستدعينا معناتها اكيد اكيد. ما تنجمش ما تعمل الجو. إجابة بحثية خلنا نسمعوك. أمل كيفاش هو حبيت تقول أمل؟ قلت لك إن شاء الله كان عملنا عرض في نعملوا شيء في عرض أكيد باش تجيو. هو فما عروض أكيد فما هو عرض فما عروض قادمة إن شاء الله وفما اقتراحات بون خليوها. احنا فاطمة نحب ما نجموش نتعديهم غير ما نشكروا عباد قاعدة تعاون فينا تو. بون عملنا احنا امتي سبيكتاكل تو مدة دو سيمين التالي كنا انفيتي بار لاسوسيسيون سيتي لا بروميير بالنسبة لينا صحيح نقدموا لها جزيل الشكر لاسوسيسيون نهاوند صفاقس رونكورتو دي كولتور استدعتنا في الاميسيون افتر ورك في سفاك سنتر. بون عاودة عملت لنا انفيتاسيون اوفيسيال جولدن توليب سامحني ما زلت عايش في العصر هذاك. عاودة عملت لنا انفيتاسيون اخرى اوفيسيال دون 3 سيمين 4 سيمين على هكا قالوا لك اخرين. بون فان فيفري ان شاء الله فما امتيت رونكونتر مش تكون في برج القلال المعلم برج القلال مش تكون ان امتيت رونكونتر اونتر 4 جروب مونديال. بون الحمد لله يا ربي كلاسونا احنا برمي الجروب احنا في الاوفرتور نورمال احنا اوفرتور ومعنا تروا جروب اخرين مش تكون بريسك الكونتر دي كولتور معناتها دي ميوزيك دي موند فما جروبات من برا فما درشنو مش يكون في برج القلال فما توا قاعدين يتصلوا بينا برشا على عروض. بون الحمد لله يا ربي فما دي راديو كلمونا ما نعرفش وين سمعونا مي الفيسبوك خدام ما تعرف توا اقوى حاجه أوكي الفيسبوك اوكي راديو فوريفر هي السباقه معناها فور يو السباقه احنا نتشكرهم اللي كانوا هما سباقين مي احنا نلبيو دعوه اي راديو واي انسان يكلمنا في صفاقس خاطر هذيك بلادنا. بون قبل كل شيء نوصلوا نصلى نهار اخر للعالميه نوصلوا لاي نيفو كيلكونك راهو صفاقس ديما تكون عندها الاولويه في العرض في الانترفونسيون اوديو فيزويل في اي حكايه رئيس فقس هي اللي عندها نتشكروك سي ايمن نتشكروا ستاف كامل. فما كيما قلت لك برشا عروض ان شاء الله احنا نحطوا اللي فان ولا اصحابنا ما نقولوش اللي فان احنا مش شوية. كميه العروض هي اللي تحكم احنا حاشنا بالنوعيه وبالكاليتي واحنا انه نقدموا منتوج نحاولوا ديما ان نقدموا منتوج ونطوروا من منتوجنا ما نقعدوش ديما في نفس موجود فما برودكسيون فما انتاج على فما على قاعده خدمت على هذه قاعده حضر على الروح في انا مساعده الموزع معناتها لا هو احنا الكل ناخذ الافكار مع بعضنا بس حيره واحنا نستمد الافكار معناتها ساعات نقعدوا مع بعضنا راه نستجين افكار معناتها بالحق هكا جهنميه هذا هو الصحيح ان شاء الله ايمن ان شاء الله ايمن المره الجايه كي تجيبنا نكونوا بالبرودوي ان شاء الله برودوي جديد ان شاء الله عندنا اول ما يحضر برودوي نحبكم اول نور مش نبعث لك اول واحد عندنا برودوي ان شاء الله لمال الكراي باش تعمل سينجل بمناسبة عيد الحب وي يا عيني هاوي برشا حب في الجروب ها شفت الاخرى عندها قصه غاروا مني العباد الكل اي عندي قصه يا ايما كما تشوف انطاط كبيره بيناتنا لحظه عندي احلى قصه حب ومن قبيله شدت فيا ويقول لي نورمال احلى قصه حب هات خلينا نسمع شكون
شبيك اعطيني خلاص حبيبي مع قصة حب مع شكون معناتها هات الكمان ماش عندك قصة حب لا عندي قصة عشق وغرام وحب ما اكثر العشق والغرام الكمان ولا العشق الغرام ما تقوليش عاد ما نرجعوش بالطويله تقولي اما اكثر المفيد يعني العشق موجود اي للكمان حتى مش للكمان ونقدم له تحيه بالمناسبه معناتها ايوه اسمع بيب بيب اس ام اس هاكا غاروا مني الناس الكريتو عندك انت غنيت من اللي غاروا مني حافظينها مش في يعني مش حافظينها نقصد تجمد عصفوها بيان سير شو ليموني اللي انا مش نهديه لكم ليموني اللي غاروا مني خاطركم انتم غرتوا مني به دونك مع امل وطارق وعلى وفاطمه بون هذيا اور معناتها هذيا من عندكم 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 Allez. 1, 2, 3, دعتو وهذه الفاظك كما قال حقيقة جونا أحلى جو ليلة فريمون ما دوش برمول الميكرو مالسي طارق علاء علاء بديتو علاء وطارق هاتيكم صحة أبدعتو أعطيتو ستيل جديد اي ما نحب نكمل الأمل أمل عندها غنية سينجل بالنسبة عند الحب وعندها غنية أخرى إن شاء الله إن شاء الله دبي مارس تكون حاضرة يا أمل إن شاء الله أيامك كل حب والحب ماشي معك دلوح في راسك لا هو لا هو هو عودة قال لك في عيد الحب وعندها ندري شنو إنتاج أنا 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 قاعدين نوزع فيها الأغنية وقاعدة في طور الإنجاز عجبتني برشا الأغنية سيبو خسلا أي صحيح علاش نحب نحكي عليها أي مش حسب ما سمعت أنت توم الموزيكا متاعنا وشفنا قديش تقول عمرها الجروب بون ما نحبش انفورماسيون وصلت لك معناتها لا 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 والله ما عندي حتى الفورماسيون ما عندي الانفورماسيون ما عنديش الانسجام هذايا والتناغم هذايا في بعضكم نشوف حتى يعني
هنا نقول عندكم عمين هكا اشخاص لو كان جينا عندنا عمين رانا رانا حكايه اخرى. بون جروب عمرها توا بريسك شهر ونص هكا الاولاد والخدمه هذه نتاع كات ريبيتيسيون اربع برايف نقولوا احنا برك والبروفه بساعتين اربع برايف في داري لا واش ترى ضحك لا ساعتين وهي البروفه بساعتين اربع برايف والبروفه بساعتين والساعتين فيهم ساعه ضحك والساعه اللي قاعده بروفه فيها نص ساعه فاطمه تفك في الفكه وفي الحكايات الاخرى معناتها معناتها مبربوش نص ساعه في الكل كل انا ما شوفي فاطمه ديما هكا لا والله لعنا لا والله عامله فينا والله والله خاتيني لا يفدلك عاد اي مشير باي مشير هذا هو اللي بده في كل مشير باي هو مش هو خاطر ما نجمنيش هيك علاش راه يتشكى مشير عادي في كل مجموعه في كل مجموعه اللي بده المهم ديما انا غالبه وصل النداء للصلاه المعنيه وتاخذ القرار عادي محدين في كل مجموعه اللي بده تلقى عنصر مشاغب كما احنا في راديو فوريفر عندنا عنصر مشاغب هو مهدي اه وي صوص بوا صوص بوا كيف الملح في الطعام لا نحب نعرف وين ماشي انت بعد يا مهدي تو نقول لكم هنا هنا نقول لكم ديما نفس ديما وين ماشي نفس ال عندي قديش من عام نفس ال نسمع فيها معناتها نغنوا الفن ومن الاجواء الحلوه انتم كنقدموا لها تحيه الخطيبه نقدموا لها تحيه مهدي تحيه كبيره مهدي مش نقص كلامك بالخير الساعه في الكواليس كنت نحكي مع علاء وما طارق يعني حكيوا لي على بروبليم بريمون يعني تهزيت بيه شويه انا ومسني شويه البروبليم هذايا اللي بالحق يعني الفنان والمبدع الصفاقسي ماهوش لاقي حظه برشا في صفاقس هذه بروبليم كبيره نحب نحكي عليها هذه 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 من المشاكل اللي لقيها الارتيست نحب ديما نقول الفنان الارتيست الصفاقسي الارتيست الصفاقسي عنده مونك نتاع وين باش يعرض وين باش يعمل رونكونتر وين وين يل سيكسبريم معناتها فوالا أبار العروسات وأبار الحفلات الخاصة سامحوني زوز تعرف لي ميوزيسيان في الجمهورية كي تجي تقول لهم أنا ميوزيسيان من صفاقس تعرف بون تعرف شو يقولوا لك بالحق الماجوريتي مش الكل مي فما 60-70% منهم تعرف شو يقول لك يقول لك جبانة الفنانة والله سامحني مش نقصي كلامك مش نقصي كلامك هذيك الفيريتي تعرف بربي سامحني عشقويا الموسيقي مالوروزمون بون هوروزمون الموسيقيين اللي بالحق صحاح صفاقسيه ويكون لي شرف معناتها بالحق معناتها ومالوروزمون انه صفاقس الله غالب يقولها لك كاريمون تقتل الفنان اي فنان يحب يروحوا يتعرفوا ويخرجوا بون مش حتى نحكي في جمهوريه معناتها جوست يقول لك نمشي للعاصمه انا ولا سوسه ولا نامبورت راهو في صفاقس راني ما نلقاش روحي راني في صفاقس نتحرق وي باش نسقل موهبتي لازمني نطلع لتونس مش حتى موهبه معناتها باش تطلع لتونس باش تتعرف وباش هو حتى مش لفت انك تلقى شكون يشجعك غادي ما ثماش معناش سامحني علاء سامحني تقول لي تطلع لتونس فما برشا عباد مشات ضحايا في صفاقس ما نجمش انا ما نذكرش واحد كيما هو مش استاذ معناتها بالشهاده ما انا نسميه الدكتور حمادي المصمودي بالحق عندنا مطرب في صفاقس بالحق مسكين ضحيه كبيره راهو نتاع فن هذا مثال راهو جبته كمثال على خاطر ظروفه ما خلتوش دون لو طون اللي يطلع لتونس ميم اللي هو معناتها نقولوا احنا صوته وامكانياته بالحق كمطرب قدام برشا مطربين طلعوا وخذوا حظهم وتلفزه وندرى شنو وميسيونات قدامه هو بالحق ما يبيعوا حتى شيء نقولوا احنا مي هو خاطر ظروفه وخاطر صفاقس هذيك هي قعد مطرب مش تاع عريس صفاقس مش على خاطر صفاقس زيد اسمعني الفنان ويحدد راهو مصيره لا سامحني يا فاطمه يجي في صفاقس انت عندك برودوي مع كل احتراماتي لكل السلطات وكل اللي سهرين على الثقافة وعلى الموسيقى وعلى الأنشطة الثقافية في صفاقس نو نو استنى شكون سهرين واحد ولا زوز كول بقية راقدين ما ذماش نسأل سؤال انتو كفنانين يعني اسكو المادة تغلق المادة عندها دور كبير في الفنان يجي يقدمش شل خصك يعني في كلمتين أيمن فسر لي انت مادة ولا مش مادة انا كفنان بغض النظر على عندي شهاده تثبت واني متخرج من معهد عالي موسيقى ولا فنان محترف مش محترف انا كفنان عندي برودوي عندي حاجه ابداع نحب نقدمه للشعب للعباد وي باش نقدم قبل كل شيء من حقي باش نلقى وين نقدمه راهو انا احنا عندنا بروبليم في صفاقس مثلا الجروب نتاعي كان نمشي غدوه مع كل احتراماتي للاداره نتاع الجاموسي وبيان المسرح البلدي نتاع صفاقس كان نمشي غدوه نقول لهم راني نحب ان سيرتان دات كيلكونك نحب نعمل فيه سبيكتاكل توفر لي انت لونفي الله غالب الفرنسي والانجلي ما مش مشكلة وفر لي دات وعطيني يوم فيه وتكون حاجة بيان اورغانيزي وندرى شنو دون لي نورم اعطيني خل نعرض راه فما ريبونس بركة باش نسمعها شكونك انت
معناتها انا لازمني تكون عندي اسوسياسيون معناتها سامحني مع كل احتراماتي جمعيه المعاقين كذا 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 لازمك تنضم لوحده فيهم مش كان معاقين معناتها اي جمعيه اي اسوسياسيون معترف بها لازمك تنضم ليهم باش يعطيك راهم فيه مي انا كولد بلاد كصفاقسي خويا وفنان ونمارس في هويتي نحب اعطيني باش نعرض ما شو البرودوي نتاعي باهي خايب مشوم حلو شو الغلطه سامحني مش انا اعطيني خويا علاش تقول لي شكونك انت علاش ما تعطينيش علاش ما عنديش الحق انا باش نعرض في بلادي ميم في تونس انا كنسال سؤال علاش يعني... نورمال لا اعطيني باش نعرض حاجه اورغانيزين نوفر كل ما هو سيكوريتي ونوفر كل ما هو وفر لي باش نعرض من حقي ما لويمش ويمش نظهر انا البرودوي نتاعي ولا امكانياتي في العرس في العربونه هذاك هو الصفاق الصفاقسيه هذاك شنو تلزو الناس كل والله تبارك الله عليه سمعتوا في عرس علاش سمعتوا في عرس نعمل زاد انشطة ومانك دو بوبليسيتي ويكون فما عروض بوبليسيتي يقول لك انا ما سمعتش يقول لك نعملوا انا زعما ما يجيوش ناس ما يجيوش ناس عملونا ما يجيوش ناس معناتها راهو في بالك شي فما جمعيه مسرح انت مثلا في طريق تنيور في الشاحيه فما جمعيه مسرح وعمرها اكبر مني ومنك وخرجت مسرحيات برودكسيون نتاعها الخاصه ومسرحيات اللي نورم بالحق راهو على الاخر طايرين فما عبيد ما تسمعش فما جمعية مسرح يقول لك وقتاش عرضوا شكون فيها بالحق عليه وراهم عندهم مونفي وعندهم كل شيء وعندهم وين يبرف وين يتريني وعندهم لوكال مي شكون اعطاهم باش يعمل مهرجان شكون اعطاهم كان طارق نحصر في سؤال يعني كان مجموعة تاف عندها الفلوس وعند الماديات كيمشيو لا ما هيش مشكلتنا فلوس لا 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 وتجي المسؤول على المسرح ولا تجي المسؤول على الجاموسي تقول مش نعمل عرض لا ما نحكيش فلوس خاطر تولي في البريفي وقت اخويا يقول لك اعمل بريفي روحك اكري سالة وعمل عرض هوني يقول لك اوكي ولا لا حبيت نعرف لا شوف هذيك انت كي تعم عندك جمعية ولا هذيك ولا لازمك تكون تابع جمعية باش يعطي هذيك مش تكري المسرح على روحك هذيك فورمول اخرى معناتها ما تبش عطيوك مش تتقدم فيها لا 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 المسرح تكريم البلدية معناتها البلدية المسرح تكريم في الاخر من البلدية مسرح الجاموسي سي بريفي ما دي ما تلقى اي صدر بالنسبة لهنا النقطة هذية عانينا منها برشا قبل كموسيقيين هي لا هي اسمع شو النقطة دي ما هي احنا جوست هي عرفت احنا كي تجبد عليها واحنا نفيدوا ما غير ما نشعروا لها ما تعرفش علاش خطر احنا ديما مشكلتنا كفنانين نحبوا كما يقولوها نطيحوا السيستم ونكسروا السيستم احنا علاش ما السيستم هذا موجود علاش ما نمشيوش معاه اون باراليل تحبوا جمعيه نشوفوا شكون صحيباتنا عندهم جمعيه كيف ما صار معناتها مع ديغنيغمون في العرض نتاعكم والامور تتسهل تحبوا إيه؟ باتون هما مدونا هما مدونا احنا هيك قبيل علاش قلنا نشكرهم خاطر مدونا اليد المساعده سامحني علاش نوصل للمرحله هذه احنا علاش ما نشوفوش الكوتين مضيئه من الامور علاش نشوفوا الكوتين لا ما قلناش احنا نخترق شو اي واحد راه يحب يخدم يسعى احنا نسعى واحنا ديجا قاعدين نخدموا وقاعدين نلوجوا ان باش نعرضوا بون هذه تسمى خطوه فني عندكم وهذه اهم خطوه هذه خطوه ايمان كانت تسمي في الحكومه ان شاء الله مع الحكومه الجديده بون يعطيهم الصحه اللي خدموا قبل كل ما يعطي الصحه وكل ما نخدم خدمه وتقنها نقولوا احنا ان شاء الله مع الحكومه الجديده والستاف الجديد ان شاء الله نلقاو حظنا في صفاقس هاي وكاو في كلمتين معناتها ولا ان شاء الله يغزرونا حظنا احنا اللي نصنعه سواء في صفاقس سواء في تونس العاصمه ولا تونس الجمهوريه سواء في اي بلاصه اخرى امل نخدموا احنا نخدموا خويا امل تضحك وتقولي الكلام نتاعك هكا لغه خشبيه شويه لا يا امل اللي شفت اليوم معناتها في الاجتماع نتاع صفاقس عاصمه للثقافه العربيه معناتها حسيت تم برشا حوايج مش تبدل هاي بشر بخير معناتها ايه امو امشيش اسمعني نكونوا بربي نكونوا حتى احنا متفائلين وزاد حتى للساده المستمعين بربي نكونوا شويه تفاؤل شويه مثلش احنا نعرفوا انه الوضع مزري ولا وضع خايب ما مسالش بالحق احنا متفائلين يا فاطمه هيك علاش نلعبوا في المزيكا لا وهي المزيكا راهي معناتها حاجه اونس اكسبريم فيها معناتها احنا ديجا نوصلوا يمكن نوصلوا في احساس للناس عبر الموسيقى معناتها كي واحد يعمل عرض راه ماهوش يعمل عرض انه جوست هو يعزف للناس ويحب يوصل زي ده فكره للناس ويحب يوصل احساسه للناس وهذا هو الحدث الموسيقي كان تخلي الموسيقى نتاعك في البلاكارا لور ما يكتملش الحدث الموسيقي كما قررنا الدكتور مرة سنة محدين شنو حكيتك مع كوجينا وبلاكار وبالحق منزلي برشا نحسك مع كوجينا بلاكار طاف شقالة
طلع عندك مشاغب آخر في الجروب ينسي مثل تكتشف. فرحت برشا معناتها بوجودكم بيناتنا، فرحت برشا كيف أمل قالت لي مش نشارك في المهرجان الطالبي اللي نظمته المعهد العالي للموسيقى، وفرحت برشا كيف أمل زادة بلغتني أنه تلميت وعملت جروب فيه فاطمة فيه طارق فيه علاء، حاجة تشرف حاجة باهية اللي بكيوا عليه الفنانين الأخرين عندكم اللي هو البرودوي ولله الحمد الأبداع ولله الحمد معناتها قل اعوذ برب الفلاح الله يستر ولا خايف منه يا سيدي شكون غزل له قبيله لا لا باش ما يحسدكم حد معناتها خايف علينا بالنسبه لل معناتها الموسيقى ثم الانتاج فما الابداع فما اداره الاعمال اداره الاعمال نحكي بصفه عامه ونحكي بصفه خاصه الامل اداره الاعمال معناتها ثم تسريبات تعرف كيف ما انت كل شيء يوصلني فما تسريبات انه فما اداره اعمال بديت معاها وفما إدارة أعمال معناتها كوفريتك في المرحلة هذه هل أنه هذا الأمر صحيح مش صحيح معناتها تجي مجيوب نعم أو لا راه ضع العلامة في المكان المناسب ربي يمل إدارة الأعمال الأولى متأسف عليها وانتي تعرف هذية الشيء هذية لإدارة الأعمال الجديدة محليهم جروب تاف هذيك هي هيكم هما اللي ناخذ لي فورماسيون من عندهم هما اللي يقولوا لي ما نتحركين بيهم ما تحركين بيهم مفهوم مفهوم بالنسبه لي لك معناتها على المستوى الشخصي عشان امل كرايك فنانه قائمه الذات اون سولو مش اون جروب لا لا بربي خليها اون جروب ما فكرتش مازل ما فكرتش جاري تفكير معناتها اي مازل ما خممتش اوكي خمم 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 بالنسبه للاعتماد على التكنولوجيا وما خمم لكن بشرط بشرط هذا تخميم المشروط هذا كيف البيع المشروط على بالك اللي يعمل بيع مشروط تجمع حتى على الحلوه معناتها تمشي معناتها تقدم مشكيه دفاع المستهلك انا اذا خمم اني انا نولي سولو ما يعني نخرج وحدي وكل ما يرافقوني في العصف كان الجروب نتاعي ديما يكون على على معايا طارق معايا فاطمة يكون معايا شكون باش تغبني بخلاف فاطمة محلها الامبيونس اللي عندكم في الجروب وقليل امل ونلقاو الوفاء هذايا معناتها بين اي بالحق بين الفنانين خاطر ما نجمش نلقى ناس تفهمني ممكن احنا شو ننصحوا بعضنا وحاجه ما تمشيش معاك ولا حاجه نعرفوا ما هيش في طاقتنا ولا حاجه نعرف ما محويج بون كيما على فهمني شنو محدوديه صوتي شنو انا شنو نجم نغني شنو اللي يمشي معايا شنو اللي ما يمشيش معايا وهيك القوه نتاع الموزع الموسيقى على طارق كيف كيف مساعد الموزع زيد بربي ولينا هو يفهم طارق بليتو بربي نسيت حاجه نحب نقدم تحيه كبيره للفنان والمطرب وليد الشريف وليد اسمع غزور لي طول وليد الشريف دنيير مو وزعت له أغنية ظلموها هو كاتب ظلموها ماليها كتب أغنية أمل جديدة ولحنها هو والارانجمون بتاعي انا على عتي طلع بيصير تذكر من ورانا معناتها أمل جديد هذا جديد هي من وراكم انتم قدامنا احنا انا وعدتكم باللي اول مستمعين باش تعدى المستمعين فوريفر ان شاء الله واحد لازم نشكره بيان استوديو رامي بن عمر اوي حبنا نشكر رامي بن عمر برشا 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 قدموا له تحيه الفنان رامي بن عمر رامي بن عمر وان شاء الله اول مستمعين يكونوا مستمعين راديو فوريفر وعد هذا اوي ان شاء الله اكسكلوزيف على راديو فوريفر اما الكراي مش نسالك اسئله سريعه وماذا بيا الاجابه تكون سريعه كان الامل الاسئله كان الامل الاسئله هذه تجم تروح فاطمه على خير وتجم ترفع فاطمه تجم ترفع الرايات اما الكراي هل تعتمدين على التكنولوجيا الجديده ووسائل الاتصال السمعي البصري و سوشيال ميديا بالعربي هذه في الموسيقى معناتها باش نفهموا الاسئله نعم لتسويق موسيقاك هاك نجاوب هنا نعم بيان كما قالت فاطمه اللي جاوبت في عوضي نعم نعم اي نعم
ما نجمش ننجح خاطر سيرتو في وقت كيما توا. شوف فما فما حوايج حتى ما حتى ما تنجمش تفرض علينا تتبع التكنولوجيا الحديثه. باه اما الكرايه بدايه ومستقبل، هل تفضل انك تتمسك ببدايتك وتمشي في نفس الخط ام انك تخلي القديم وتفكر في جديد؟ سافوار جديد كيفاش؟ إجابة دبلوماسية. سافوار جديد كيفاش؟ تخليني ان شاء الله جديد يبشر بالخير ان شاء الله ان شاء الله. اما الكراي عليا ام ام كلثوم؟ تعالي لا هذه ولا هذه. اختار اختار عليا. لا بوسيبل ما جبتش تختار من بيناتهم. تبدا من فورا تحب الميكرويف. لبلبي او بيتزا؟ لبلبي او بيتزا. لبلبي انا جاوبت لبلبي. لبلبي يا مال لبلبي نعرفك تحب لبلبي. لبلبي نو تاز بيتزا ما عندك كما تقول. يا ما خرجتنا قبل المحددين على لبلبي. سلو او جروب؟ بصراحة الجروب هذه محلية ما نجيبش نسلم فيهم. صالح المهدي او عمار الشريعي؟ عمار الشريعي. مصر عليك. او لبنان؟ بصراحة زوز تونس. زوز محليهم. زوز محليهم وتونس صفا تنجح ترجع بعد ترجع بعد اقرصة بربي كملت الحلمة. أمل آخر سؤال، الاختيار كان يعطيوك اختيار؟ اختيار هذا سؤال خطير. أنا عقليت وسيء في أفكاري. وخر 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 سؤال خطير. لو كان يعطيوك الاختيار ما بين الموسيقى أو الحجاب؟ إن شاء الله ما يخيرونيش ولو حتى خيروني. مش علاش اسمحني بالله مش ندخل، علاش ربطت انت ما بين الموسيقى والحجاب؟ خاطر هو يعرف لينا وصلت نهار وتخيرت افكتيفمون حبيت الاجابه. خاطر سامحني هذيك العقليه، هذيك العقليه محددين راه عندك حق، هذيك العقليه اللي ماشيه تو راه كيفاش ما تحبش بتغني مثلا؟ ما نعرف على فكره هي ثوره تو ان برينسيب عملت طرح عليها عاد كبير من الشيوخ نتاع العالم يجتمعوا طرح عليها امل يا امل انت شنو الخفيه اللي عندك سي محدين طرح عليها وسمعت الحمد لله معناتها تسريبات الكل توصلني طرح عليها امل الحمد لله كان تسريبات امل تخرج تغني فيديت كون سولو اي فيديت كان من ناحيه الحجاب. وهل تخطيت للحكايه هذه معناتها خاطر بصراحه امس في الايام ما كناش نعرفوا امل كراي ما بين ليلى وضحاها تطلع لنا امل كراي، خوف برشا ناس امل هذا معناتها امل كراي كانت تطلع كان باش يناديوها باش تكون يا في المجموعه الصوتيه والا انه باش تغني سولو يخافوا منها وكيفاش وعلاش باش تغني متحجبه وش علاش هالخوف يا امل علاش هالخوف؟ احنا ما يعطيوش لعبيد ما يعطيوش ثقه. انا بالعكس انا تحديتهم وخليت العبيد تحكي لي عرفتها خلي يقولوا اشيهم اللي يشكر واللي يذم خلي يقولوا اشيهم اللي يشكر واللي يذم اشيهم اشيهم اشيهم. إذن مع هذه الانغام نختم حصتنا الاولى خلي يقولوا اشيهم للي يشكر واللي يذم خلي يقولوا اشيهم للي يشكر واللي يذم اشيهم 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 اشيهم. يعطيكم الصحة فريمون أنستونا ليلى شرفتونا بوجودكم معنا فريمون حاجة إكسترا ودينا ليلى عملنا جو معاكم خارق العادة جو كبير مع مجموعة طافة مع فاطمة 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 مع فاطمة وعلاء وطارق وأمل جروب ربي ربي إن شاء الله يحفظكم بعضكم عايشك وإن شاء الله ديما هكا يعيشك وإن شاء الله ديما عاملين برشا جو. هذا هو اللي نحبوه فيكم، هذا هو هذه هي الحاجة اللي لازم تكونوا موجودين، الحب موجود لمتكم موجودة بديتوا بداية حلوة بداية إن شاء الله تكون موفقة إن شاء الله إن شاء الله نشوفكم في 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 المسارح نشوفكم في 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 بيانتو إن شاء الله بيانتو في أعلى المراتب إن شاء الله بحول الله إن شاء الله بحول الله. شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحه يا فاطمه يعيشك وخلي ديما عشقك وحبك لي كمان وما تنساش عشقك الاخر ايامي كل حب انا ما تنساش العشق الاخر اي ايامي كل حب وحنان يعني اللي كان بعد نحكيوا شويه به مش مشكل يعيشك انت كا نشكركم على الاستضافه ومحلها لما بون كانت قايده مزيانه سبونتاني موسيقى
نشكر كيف كيف كامل أعضاء فرقة اليوم أصحابي وأخواتي وأصدقائي نعزم برشا. نشكر محدين الفنان الراقي والموسيقي. لا حتى عملنا مع بعضنا قبل في مهرجانات وفي أعمال بالحق. نشجع كل من يسعى أنه يقدم حاجة وأنه يسعى أنه يوصل صوته للعباد. ونشكركم الكل وإن شاء الله في عودة. يعطيكم صحة. يعطيك صحة مهدوش. ما لقيت عطني شوية ما مسالش على كلمة شنو تقول في الكلمة. نقول مرسي بيا على الاستضافة هذه. فرحان برشا كي كنت أنا والمجموعة الكل معكم. إن شاء الله المستمعين الكل ما تقلقوش منا. إن شاء الله عجبتهم الموسيقى. إن شاء الله وإن شاء الله نرجع لكم إن شاء الله نحاول نشوفكم. إن شاء الله طارق. إن شاء الله العودة متاع البرنامج هذه نسميها العودة أنا تكون عقبة خير عليكم. نعود مرة أخرى. الله يرحمك يا رانيا. الله يرحمها ويخفف التراب اللي عليك. إن شاء الله تكون أنتم خير وخلف اللي كيفاش يقولوها ما نعرفش البقية متاع المثل الله غالب. مرسي بيان على الاستضافة. بالحق بليزير كبير برشا لي. نحن ربي معكم الكل. مهدي سمحنا خويا على التعطيل. عايش خويا. خويا مهدي جاع. مهدي جاع المسكين. مال خويا شو العشاء حاسيلو. ميرسي ليك ايمن محدين. ان شاء الله عقبه خير خويا عليك. وان شاء الله ربي معك بون شانس. بالحق ان شاء الله نشرفوا صفاقس. ميرسي على حسن الاستضافه. ان شاء الله نشرفوا صفاقس بيان بيان. وماذا بينا الناس كل تخدم مش كان احنا نخدموا بلادنا والباقي خليها على ربي. اخر كلمه لي امل في برنامج فور يو شنو تقول؟ نقول ميرسي عليكم على الاستضافة. محليكم محلى جوكم. جروب محلى. إن شاء الله احنا زيدا نكونوا محلين على المستمعين. وكاو يعني شكرا لك. يعطيك الصحة يا أمل. أمل طارق على فاطمة كانوا معنا ليلة في برنامج فاريو. أنسونا وشرفونا ليلة بمقطوعات موسيقية حاجة حلوة برشا. كان معكم في تقديم الحصة أيمن المذيوب وزميلي أيضا محيدين بن محفوظ وأيضا أميرة تواتي. كوتي تكنيك كان معنا مهدوش مهدي عطيت الله أيضا في مراقبة البث. ومهدي مساعة تحية لك يا مهدي. تحية لكل جروب راديو فوريفر اللي يعمل على راحت ويعمل على اخراج برودوي ياسر مزيان من راديو فوريفر. تحيه لكم كل. ما بقى لي كيفش اقول لكم كان الى اللقاء. صباح الخير. يلا باي باي.